اوكي سو اخر شيء حكينا انه حتى نحسب تي برايم ماكس بحاله لما يكون عندي لاك تايم ابزوربشن معادله تي ماكس الاصليه بجمع لها تي زيرو بعدين تي برايم ماكس بعوضها معادله سي بي اللي هي تبعت اللاك تايم سواء هاي المعادله او هاي المعادله ممكن بعديها اطلع انا سي بي ماكس لما يكون عندي لاك تايم وابزوربشن اوكي سو التريك هي بحسب التي ماكس مش بحسب السي بي ماكس اوكي هلا في شغله كمان بدنا نميز بينها بدنا نميز بين اونست اوف ابزوربشن واونست اوف اكشن بحيث اللي بكون عندي لاج تايم الاونست اوف ابزوربشن ما ببلش عند تايم زيرو ببلش عند تي بتساوي تي زيرو رايت فهي النقطه اللي بكون فيها عند اونست اوف ابزوربشن بس الاونست اوف اكشن هي النقطه اللي بكون فيها التركيز ببلش يدخل وين وذن الثيرابيتيك ويندو ولازم تقدر تميزوا بينهم هاي الاونست اوف اكشن اللي بكون فيها التركيز بلش يدخل على الثيرابيتيك ويندو وهاي الاونست اوف ابزوربشن اللي بكون فيها التركيز بلش يزيد عن زيرو او بلش عندنا فعليا عمليه الابزوربشن اوكي اي سؤال الان طيب هلا راح نروح لطريقه ثانيه نعمل فيها استيميشن الابزوربشن ريت كونستنت قبل هالمره شفنا طريقه اللي هي كانت ميثود اوف ريزيدوالز حكينا بالميثود اوف ريزيدوالز احنا بنطلع حسب عندي نورمال كاينتيك او فليب فلوب كاينتيك اذا عندي نورمال كاينتيك بطلع من التيرمينال سلوب كي وبعدين حسب ميثود اوف ريزيدوالز من الريزيدوال لاين بطلع الابزوربشن ريت كونستنت والعكس صحيح لما يكون عندي فليب فلوب كاينتيك لما يكون عندي فليب فلوب كاينتيك من الريزيدوال لاين بطلع الابزوربشن ريت كونستنت عفوا من التيرمينال فليز بطلع الابزوربشن ريت كونستنت ومن ريزيدوال لاين بطلع الايميشن ريت كونستنت هذا بحاله فليب فلوب كاينتيك هلا كان احد الشروط لاستخدام ميثود اوف ريزيدوالز انها تكون الابزوربشن ريت كونستنت اعلى بكثير من الايميشن ريت كونستنت او العكس يعني على الاقل واحد منهم راح يكون خمس اضعاف الثاني اوكي سو حتى اقدر استخدم ميثود اوف ريزيدوالز واذا عندي نورمال كاينتيك او فليب فلوب كاينتيك يا الكي اي بتكون خمس اضعاف الكي او اكثر او الكي اي بتكون او الكي بتكون خمس اضعاف الكي اي او اكثر اوكي حتى اقدر استخدم ميثود اوف ريزيدوالز هلا اذا كان هذا الحكي هذا الشرط مش صحيح يعني اذا كان واحد منهم مش خمس اضعاف الثاني الاستيميشن تبع الابزوربشن ريت كونستنت من ميثود اوف ريزيدوالز راح يكون فيه خطا فبينفعش استخدم الميثود اوف ريزيدوالز في عندي طريقه ثانيه اللي هي راح نشوفها هلا اللي هي ميثود اوف نيلسون واجنر ميثود اوف نيلسون واجنر بتخليك تقدر تعمل استيميشن لا الابزوربشن ريت كونستنت حتى لو كان الفرق بين الابزوربشن ريت كونستنت والاستيميشن ريت كونستنت مش خمس اضعاف بعض اوكي سو هاي هي ادفانتج لميثود اوف نيلسون واجنر سو زي ما حكينا ميثود اوف نيلسون واجنر بتخلينا نعمل استيميشن للابزوربشن ريت كونستنت حتى لو كان عندنا الاليمينيشن ريت كونستنت مش خمس اضعاف الابزوربشن ريت كونستنت او العكس تمام هاي الادفانتج تبعها المبدا تبعها هي من معادله الكي اكس اي الابزوربابل اماونت بتساوي اكس اي نوت في يوس ماينس كي اف تي تذكروا هاي المعادله اللي فرجيناكم اياها قبل في بدايه هذا الشابتر اوكي حكينا هاي المعادله فيها مشكله انه انا اقدر استخدم دايركتلي تو استيميت لحظه شوي هون حكينا هاي المعادله اكس اي بتساوي اكس اي نوت في يوس ماينس كي اف تي هلا هاي المعادله لو سميناها على سبيل لوج سكيل المفروض الانترسبت تبعها هو عباره عن اف اكس نوت والسلوب عباره عن ماينس كي اي على 2.303 حكينا وي كانوت يوز ذس يعني كايند اوف داتا تو استيميت ذا فاليو اوف ابزوربشن ريت كونستنت والسبب مين بذكرني ليش؟ دكتور لانه مش براكتيكال يعني ما بقدر انا اشوف قد ايه عندي دواء بالجي اي مزبوط فانا ما بقدرش اعمل ميجرمنت للاكس اي ابزورب اوت ان ذا جي اي بالتالي هذه الميثود ثيوريتيكالي اتس فاليد بس يعني براكتيكالي اتس نوت فاليد راح نعمل عليها تغيير هاي المعادله بحيث انه مش راح احسب انا اعمل استيميشن لاكس اي راح اعمل استيميشن للفراكشن ان ابزورب زي ما راح اشوف هلا سو لو انا عملت استيميشن للفراكشن ان ابزورب طبعا فراكشن ان ابزورب شو هو عباره عن لو قسمت الجهتين على اكس اي نود راح تصير هاي الجهه اكس اي على اكس اي نود اوكي والجهه الثانيه راح تصير اي اس ماينس كي اف تي هلا اكس اي على اكس اي نود هي فراكشن ابزورب ولا فراكشن ان ابزورب يا امه الله ان ابزورب ان ابزورب ليش لان هاي اماونت لسه موجوده في الجي اي لسه ما صارهاش ابزوربشن عشان هيك هي عباره عن فراكشن ان ابزورب فراكشن ان ابزورب هي عباره عن ما اي تو باور ماينس كي اف تي يعني انا اخر لو اخذت له اللوج راح يصير ماينس كي اي على 2.303 في تي من هاي المعادله طبعا لو رسمت انا هون لوج فراكشن ان ابزوربد از فانكشن اوف تايم او لو رسمت فراكشن ان ابزوربد اون سيمي لوج سكيل شو لازم يكون السلوب يا الاء الشريف؟ بيكون ماينس كي اي على 2.303 يعني بمعنى اخر ممكن اطلع شو منه؟ الكي اي
ممكن اطلع الابزوربشن ريت كونستنت. طيب كيف نروح نعمل استيميشن فراكشن ابزورب؟ راح نشوف انه في طريقتين حتى نعمل استيميشن فراكشن ابزورب، ايذر يوزنج ذا بلازما داتا اور يوزنج ذا يورين داتا. يعني واحد منهم كنت خلينا نعمل استيميشن الفراكشن ابزورب، وبالتالي ممكن بعدها نعمل استيميشن لو عملنا استيميشن فراكشن ابزورب ممكن نعمل بعدها استيميشن للابزوربشن ريت كونستنت. الان نشوف الطريقه الاولى اللي هي باستخدام اللهم صل على سيدنا محمد البلازما داتا. هلا الدوز لما يجي يعطيها اورالي واحدة من الخيارين، يا تكون لسه الدوز موجودة في الجي اي او بتكون صار لها ابزوربشن اللي هي اكس ابزورد. طبعا اكس ابزورد لما يصير ابزوربشن كمان في خيارين، يا الدواء لسه موجود في البادي بعد ما صار ابزوربشن لسه ما صار له اليمينيشن، او انه صار له اليمينيشن. يعني نيجي نطلع على الرسمة هاي، هي موجودة بالاخر بس يعني جزء ميك سنس نحكي عنها هون. هلا سو حسب هاي الرسمة نيجي نعطي الدواء أورالي على سبيل المثال، الدواء يا لسه موجود في الجي آي ما صار هوش أبزوربشن، أو صار له أبزوربشن أوكي تمام. طبعا كوميونتي أماونت أبزورب صار له أبزوربشن، هاي ممكن إحنا هاي الكيرف اللي هو بزيد ممكن هذا ممكن نفصله إنه لسه موجود في الجسم ما صار هوش إليمينيشن، أو صار له إكسكريشن، أو صار له ميتابوليزم أوكي. سو مجموع أماونت إن ذا بادي مع الاماونت اللي صار لها اليمينيشن مع بعضها عباره عن كوميونتيف اماونت اللي صار لها شو ابزوربشن. طبعا هاي الرسمه هي نفس هاي بس مرسومه على سيمي لوج سكيل بدل ما هي مرسومه على نورمال سكيل هون اوكي. سو بحاله هاي الرسمه احنا زي ما حكينا الدواء صار له ابزوربشن، اللي صار له ابزوربشن يا يعني بيكون لسه موجود في الجسم ما صار له اليمينيشن، او موجود في الجسم وصار له ايذر ميتابوليزم او اكسكريشن اوكي. طبعا مجموع الاماونت ان ذا بودي او عفوا اماونت كوميونتيف ابو ابزورد والاماونت اللي ما صار لها ابزوربشن ات اني تايم كم لازم يكون بيساوي يا عمار عبيدات؟ عمار عبيدات معنا ولا غياب؟ اه دكتور مجموع الاماونت اللي جا ان ذا جي اي بلس الاماونت ان ذا بادي كم بيساوي لازم ات اني تايم بوينت؟ حكيناها بالسلايد اللي قبله، حكينا قبل شوي والله دكتور نسيت. اذا الدوز بتساوي amount of the GI plus amount اللي صار لها شو absorption. absorption مزبوط. so amount of the body عبارة amount of the GI plus the cumulative amount that's absorbed. والcumulative amount اللي صار لها absorption عبارة عن amount of the body plus amount شو اللي صار لها elimination. elimination نعم صحيح. خليك معنا يا عمار. دكتور بدي اقول لك انا بالسكشن الاول نسيت اكتب اسمي بس كنت احاضر يعني. عمار هلا بهمنيش اني حاضر ومش حاضر، انا بهمني انا مركز معي مش مركز معي. انا هاي المعلومه حكيتها قبل دقيقه. دكتور اوكي. هلا amount in the body هي عباره عن volume of distribution مضروب في مين في الكونسنتريشن ان بلازما. وamount eliminated هي عباره عن clearance من معادله الشابتر elimination هذا اوكي. amount in the body eliminated عبارة عن clearance مضروب في area under the curve from 0 to t. وإذا بدي amount eliminated cumulative from 0 to infinity رح أضرب في area under the curve from 0 to infinity. so مرة ثانية amount in the body high اللي هم كل عوض عنها عبارة عن vd في cbt right. amount eliminated cumulative from 0 to time t هي عبارة عن clearance اللي هو k في vd عبارة عن clearance صح مضروب في area under the curve from 0 to t. وإذا بدي amount eliminated from 0 to infinity بدل AUC from 0 to infinity 0 to T بعوض AUC from 0 to infinity. هلا fraction absorbed هي عبارة عن cumulative amount absorbed by time T على cumulative amount to be absorbed by time infinity. بالتالي X absorbed حكينا هاي معادلتها، رح أعوض بدل X absorbed amount in the body، ومعادلة amount in the body هي عبارة عن VD في CBT أوكي. و amount eliminated معادلتها هي KVVD في AUC from 0 to T، والمقام هو عبارة عن amount absorbed cumulative from 0 to infinity. بالتالي بدل CP time رح أعوض CP infinity، و CP infinity قديش بتساوي يا دالي خالد؟ دالي خالد معنا؟ concentration and time infinity كم لازم يساوي؟ CP infinity دكتور صوتي مسموع؟ كم بيساوي؟ داليا الـ concentration at time infinity كم بيساوي؟
هاي الرسمة ستي. لو نصير تايم انفينيتي هون قديش تركيز بصير؟ ده ليه صوتك مش طالع؟ طيب عايش محمد؟ ايه دكتور بصير زيرو. كونستيليشن ات تايم انفينيتي بيساوي زيرو، صح؟ لانه بكون صار عندنا كومبليت اليمينيشن. فبدال سي بي انفينيتي رح نعوض شو؟ زيرو. واي سي طبعا كي وفي دي ما رح يتغيروا سواء ات تايم تي او ات تايم انفينيتي. واي سي فروم زيرو تو انفينيتي نحسبها عباره عن سي اي سي فروم زيرو تو تي بلس اي سي فروم تي ستار لانفينيتي، اللي هي عباره عن سي بي ستار اخر كونسنتريشن ميجرد بهذا الكيرف مقسوم على كي تيرمين سلوب، بنطلع منه احنا الاكستندد اريا اندر ذا كيرف. اوكي دكتور النت راح بس هيني رجعت شبكت على شبكه ثانيه. مش مشكله داليا، هلا كنت احكي انه كونستيليشن ات تايم انفينيتي يساوي زيرو. معلش اذا هذا كان جوابك، يعني كنت كان مايك يتحرك بس ما فيش صوت. اوكي انقطع النت بس. واي سي نحسبها حسب ترابيزويدال ميثود بالطريقه اللي احنا نعرفها. طبعا احنا اي سي بالمقام هي فروم اي سي فروم زيرو تو انفينيتي، واي سي بالبسط هي اي سي كوميوليتيف. اوكي يعني نيجي نطلع على هاي الداتا، انا عندي تايم وعندي كونستليشن ان بلازما. اوكي هلا انا بحسب اي سي بالترابيزويدال ميثود. اي سي هي عباره عن نص في سي بي 2 بلس سي بي 1 في تي 2 ماينس تي 1. بنعمل هذا الشيء من فروم زيرو لتي ستار، تي ستار بالحاله هي 4 ساعات. اوكي هلا اي سي الموجود عندي بالمعادله هاي مش اي سي فروم تي 1 لتي 2، هاي عباره عن كوميوليتيف اي سي. يعني بمعنى اخر نيجي نطلعها مره ثانيه، انا بالتايم انترفال الاولى كوميونيتيف اي سي هي نفس الاي سي نفسها، اوكي اللي هي 1.57. كوميونيتيف اي سي للسكند تايم انترفال هي مجموع هاي مع هاي، اللي هي مجموع 1.57 مع 4.03 تطلع 5.6. وكوميونيتيف اي سي فروم 0 لحد 3 ساعات هي عباره عن اي سي هاي بلس هاي بلس هاي، يعني راح نجمع 1.57 مع 4 مع 5.4 تطلع 10.99 وسو اون. فاي سي اللي بنحطها بالمعادله بنعوض فيها انه اي سي مش اي سي اللي هي فروم تي 1 لتي 2، هي كوميوليتيف اي سي فروم 0 لحد النقطه اللي وصلتها. تمام. ونفس الشيء بالباص بالمقام عندي انا اي سي فروم 0 تو انفينيتي، فهي كوميوليتيف اي سي اللي هي باستخدام ترابيزويدال ميثود. راح اجمع كل هذول الاي سيز، اوكي راح اجمعهم وراح بعدين اجمع الاكستندد اريا اندر ذا كيرف لهم، اللي هي عباره عن سي بي لاست اللي هو عباره عن 6.52 هذا اخر ميجر كونسنتريشن مقسوم على كي اليمنيشن ريت كونستنت. بطلع انا مين؟ بطلع انا اللي هي الاكستندد اريا اندر ذا كيرف، بعدين بحسب الاي سي فروم 0 تو انفينيتي اللي مجموع هذول كلهم بلس الاكستندد اي سي، وهي راح اعوضها وين؟ بالمقام. هلا باي تشينجينج ذا تايم سي بي تي راح تتغير. اوكي طبعا سي بي تي منين راح اجيبها؟ من الداتا زي ما هي. هاي سي بي تي عند تايم 0 سي بي تي 0، عند تايم 1 اور بيساوي 3.3، وعند تايم 2 اورز بتساوي 4.93 اند سو اون. هاي سي بي تي. واي سي كوميوليتيف فروم 0 تو تي اللي هي مجموع زي ما حكينا حسب النقطه اللي انا وصلت لها. اوكي و شو ضل عندي؟ الاي سي فروم 0 تو انفينيتي زي ما حكينا اللي هي عباره عن اي سي مجموع الاي سيز فروم 0 حتى تايم انفينيتي حسب الترابيزويدال ميثود. اي سؤال لحد الان؟ وطبعا هذا فعليا اللي راح نحسبه هو فعليا هو عباره عن سي بي تي في كي في اي سي على 0 تي على كي في اي سي فروم 0 تو انفينيتي، هذا عباره عن فراكشن ابزوربد. اوكي هلا نرجع مره ثانيه للسلايد اللي قبل. احنا كنا نعمل بلوتنج او كنا نعمل بلوت لا مش فراكشن ابزوربد، كنا نعمل بلوت لمين؟ فراكشن ان ابزوربد. هلا شو العلاقه بين فراكشن ابزوربد وفراكشن ان ابزوربد يا حنين سليت؟ معنا حنين؟ نعم دكتور. نعم. شو العلاقة بين fraction absorbed و fraction unabsorbed؟ مجموعهم كم بيساوي؟ اي واحد. لازم مجموعهم بيساوي واحد، بالتالي إذا أنا عملت approximation خلينا نحكي للfraction absorbed، حكينا fraction absorbed بيساوي بالأخير هاي المعادلة. بالتالي fraction unabsorbed شو بيساوي؟ بيساوي واحد ماينس هاي المعادلة، صح؟ تمام. fraction absorbed يساوي 1 minus fraction absorbed. fraction absorbed حكينا هو عباره عن سي بي تي في كي في اي يو سي فروم 0 تو تي على كي في اي يو سي فروم 0 تو انفينيتي، بالتالي fraction absorbed يساوي 1 minus سي بي تي بلس كي في اي يو سي فروم 0 تو تي على كي في اي يو سي فروم 0 تو انفينيتي. اوكي سو احنا باستخدام البلازما داتا زي ما شفنا من هذا التيبل بعمل انا ابروكسيميشن لمين؟ نجيب هالمعادله نحطها قدامكم هون.
بعمل انا approximation لفراكشن انا absorb. اوكي زي ما حكينا فراكشن انا absorb هو عباره عن 1 minus CBT في K في AUC from 0 to T على K في AUC from 0 to infinity. ودائما اكد انه هاي الAUC اللي هون عباره عن cumulative AUC اللي هي K AUC. يعني اذا انا مثلا وصلت عند time 3 hours راح احسب الAUC from 0 ل 3 hours. يعني from AUC from 0 to 1 plus AUC from 1 to 2 plus AUC from 2 to 3. اوكي هاي K AUC from 0 to T. وهي عباره عن elimination rate constant. هاي عبارة عن CBT عبارة عن concentration اللي هي الداتا موجودة عندي هون. والمقام عبارة عن K ما راح تتغير على AUC from 0 to infinity. حكينا AUC from 0 to infinity راح نجمع كل هدول AUCs بخير كمان راح نجمع لهم extended AUC from time بالحالة هاي من 4 ساعات لحد time infinity. هي عبارة عن CB last 6.25 مقسوم على elimination rate constant. طبعا هذا إذا كان عندك normal kinetic. إذا كان عندك flip-flop kinetic terminal slope هو KA راح تقسم على KA. أوكي وصلت؟ طيب شفنا كيف نحن نعمل استيميشن بحالة الفراكشن ابزورد بحالة طبعا حكينا فراكشن ابزورد لما ترسمه انت على سيميلوج سكيل السلوب تبعه شو راح نطلع منه يا جوانا؟ معنا جوانا؟ دكتور شو راح نطلع من تيرمال سلوب بحالة لما نرسم فراكشن ابزورد؟ من السلوب الكي يعني راح طلع منه الكي بالضبط. فانا راح اعمل بلوتينج للفراكشن انا بزبط از فانكشن اوف تايم ايذر بعمل بلوت على سيميلوج سكيل او باخذ اللوج او الناتشرال لوج من التيرمال سلوب طبعا او من السلوب تبع ما طلع انا الابزوربشن ريت كونستنت. اوكي هلا هذا شفنا انه ممكن نعمل استيميشن زي ما حكينا ممكن نعمل استيميشن فراكشن ابزورب بطريقتين ايذر يوزنج بلازما داتا. وانا راح اشوف الطريقه الثانيه اللي هي يوزنج ذا يورين داتا. كيف راح نعمل استيميشن يوزنج ذا يورين داتا؟ نفس المعادله اللي وصلناها بالاخر. هاي المعادله وصلناها بالاخر للفراكشن ابزورب. حكينا فراكشن ان ابزورب عباره عن 1 ماينس فراكشن ابزورب 1 ماينس سي بي تي بلس كي في اي سي فروم 0 تو تي على كي في اي سي فروم 0 تو انفينيتي. اوكي هلا راح اعمل كومبنسيشن الفاليو للسي بي تي واي سي فروم 0 تو تي لانه هذول فاليوز سي بي تي اي سي فروم 0 تو تي هذول فاليوز لهم دخل منين؟ بالبلازما داتا. راح اعمل لهم كومبنسيشن بفاليوز لهم دخل بمين؟ باليورين داتا. نتذكر انه الريت اوف اكسكريشن ات اني تايم بوينت عباره عن الرينال كليرانس مضروب في سي بي تي. بالتالي سي بي تي ممكن نحكي هي عباره عن مين؟ الريت اوف اكسكريشن مقسوم على كليرانس رينال رايت. سو هيك راح نعوض بدل سي بي تي في ريت اوف اكسكريشن على رينال كليرانس. طيب وحكينا قبل هالمره انه الاي سي أو الرينال كليرانس عبارة عن cumulative amount excreted unchanged in the urine مقسوم على AUC from 0 to T أو عبارة عن cumulative amount excreted from 0 to infinity مقسوم على AUC from 0 to infinity right؟ بالتالي الـ AUC from 0 to T بتساوي cumulative amount excreted من هاي المعادلة الـ AUC بناخذها هون بدال الرينال كليرانس ونزل مكانها الرينال كليرانس بصير AUC from 0 to T بتساوي cumulative amount from 0 to T على رينال كليرانس أو عبارة عن cumulative amount from 0 to infinity مقسومة كمان على renal clearance. هاي عبارة عن AC from 0 to infinity. فبدال AC from 0 to T رح نعوض XUT على renal clearance. بدال AC from 0 to infinity رح نعوض XU infinity على renal clearance. اوكي اي سؤال لحد الان؟ راح صفي المعادلة بشكل هاد. بدال concentration بلازما حكينا بدال concentration بلازما CBT رح نعوض excretion rate على renal clearance. بدال AC from 0 to T رح نعوض XUT على renal clearance. بدال AC from 0 to infinity رح نعوض XU infinity على renal clearance. اوكي وصلنا لهذا الشكل النهائي المعادلة. هلا renal clearance عامل مشترك رح نروح بين البسط والمقام. رح صفي المعادلة fraction unabsorbed يساوي 1 minus rate of excretion renal excretion plus k في cumulative amount excreted in the urine from 0 to t على k في cumulative amount excreted in the urine from 0 لوين to infinity. اوكي هاي راح تعطيني fraction unabsorbed. اي سؤال لحد الان؟ طيب كيف راح نطلع هذول؟ هذول نتذكرهم من الشابتر تبع الاي في بولس وكمان كانوا موجودين بالشابتر تاع renal excretion. انا عاده اليورين داتا بعمل كوليكشن للرينال داتا من each time interval بعمل collection ل urine sample.
اوكي طبعا بطلب من المريض انه يعطيني كل اليورين اللي تشكل عنده بهاي تايم انترفال. لكل يورين سامبل بعمل ميجرمنت لشغلتين، بعمل ميجرمنت الفوليوم تبعها واعمل كمان ميجرمنت لتركيز الدواء فيها. لما اضرب انا الفوليوم لليورين سامبل بتركيز الدواء فيها بطلع الاماونت ان ذات يورين سامبل. طبعا هاي اماونت مش كوميوليتيف، هاي اماونت بس دلتا اكس يو اي، يعني هاي عباره عن كوميوليتيف اماونت اكسكريتد بس بهاي تايم انترفال فروم 0 تو 1، وال20 هي عباره عن اماونت اكسكريتد فروم تايم انترفال 1 تو 2 اوكي، وال10 هي اماونت اليمينيتد في تايم انترفال 2 تو 3 وان سو اون. فكل يورين سامبل زي ما حكينا انا بعمل ميجرمنت للفوليوم تبعها لتركيز الدواء فيها، بضربهم في بعض بطلع كم الاماونت اللي صار اكسكريشن لهذا الدواء في هاي التايم انترفال. اوكي هلا بالمعادله مره ثانيه اللي كنا نحكي عنها قبل شويه، انا عندي كوميوليتيف اماونت اكسكريتد. اوكي فزي ما شفنا قبل كوميوليتيف اماونت اكسكريتد تايم انترفال الاولى هي بس ال40، كوميوليتيف اماونت اكسكريتد بالتايم انترفال الثاني هي ال20 بلس 40 اللي هي 60. سو اكس يو تي في التايم انترفال الثاني لحد يعني تايم 2 هي 60. كوميوليتيف اماونت اكسكريتد بالتايم انترفال الثالثه اللي هي 40 بلس 20 بلس 10 اند سو اون، هي اسمها كوميوليتيف اوكي تراكميه. هاي بالنسبه لاكس يو تي، كيف نحسب اكس يو تي؟ كوميوليتيف اماونت اكسكريتد فروم 0 تو انفينيتي عندنا واحده من طريقتين، يا يعني بنحكي عباره عن اف اي مضروبه في الدوز ولا مضروب في اس في اكس نود. يعني هاي المعادله عندي هون صح ولا غلط يا يارا مبارك؟ معنا يارا؟ يارا مبارك معنا ولا غياب؟ اه دكتور. هاي المعادله هون صح ولا غلط؟ حكينا اكس يو انفينيتي بتساوي اف اي في اف في الدوز، صح ولا غلط؟ يعني هل لازم يكون في اف هون ولا ممكن لازم اشيلها؟ اقرب لك اياها. لا صح. يعني لازم يكون في اف، ليش؟ مين بيعرف؟ هاي صخر دراتك معنا صخر؟ معك دكتور. لازم اضرب اف ولا مش لازم اضرب اف؟ يعني هل اف هون صح ولا غلط تكون؟ والله دكتور اتوقع صح. اتوقع صح، ليش طيب؟ انا بسالك سؤال، لما تعطي الدواء اورالي كل الدواء راح يوصل للسيستميك سيركوليشن ولا في جزء منه مش راح يوصل؟ في جزء مش راح يوصل. كويس، طيب هلا هل معقول يصير اليمينيشن لكل الدوز بالحاله هاي ولا بس الجزء اللي وصل للجسم راح يصير اليمينيشن؟ الجزء اللي وصل بالضبط. عشان هيك احنا بنضرب نحكي اكس يو انفينيتي بحاله الاكسترا فاسكولار عباره عن اف اي في اف في الدوز، لانه مش كل الدوز وصلت للجسم. اوكي هلا اذا صار في عندنا كوليكشن اوفر لليورين سامبلز اوفر 4.32 اليمينيشن هاف لايف، نقدر نعتبر انه كوميوليتيف اماونت هاي عند تايم بيساوي 12 ساعه ممكن نعتبرها عباره عن اكس يو انفينيتي. اوكي زي ما حكينا اذا كان انا عندي الدواء صار له كوليكشن باليورين اوفر ات ليست 4.32 اليمينيشن هاف لايز، نقدر نفترض انه هاي الاماونت اللي صار اكسكريشن كوميونيتيف هون عباره عن اكس يو انفينيتي. اوكي طيب شو طالع عندي انا بالمعادله مره ثانيه؟ هاي المعادله حكينا عباره عن هاي معادله فراكشن انا بزورب عباره عن 1 ماينس الريت اوف اكسكريشن بلس كي في اكس يو انفينيتي او اكس يو كوميتي فروم 0 تو تي على كي في اكس يو انفينيتي. شفنا كيف نحسب الاكس يو انفينيتي من اليورين داتا وكيف نحسب كمان اكس يو تي فروم ذا يورين داتا، رايت؟ شو طالع عندي انا؟ بدي كي صح؟ طيب منين بدي اجيب كي؟ كي من البلازما داتا، او شفنا بالشابتر تاع الالفي بولس كيف ممكن نحسب كي وكي يو من اليورين داتا، فبترجعوا لها بتربطوها مع هذا السلايد اللي كان موجود في الاي في بولس شابتر كيف نحسب الكي والكي يو اوكي من اليورين داتا. شو ضل عندي انا؟ ضل عندي الريت اوف اكسكريشن. الريت اوف اكسكريشن شو بيساوي؟ بيساوي الاماونت اليمينيتد مش الكوميوليتيف اللي هي الدلتا اكس يو سميناها مقسومه على التايم انترفال. فالريت اوف اكسكريشن من التايم انترفال الاولى بيساوي 40 مقسوم على التايم انترفال. قديش طول التايم انترفال الاولى؟ 1 ماينس 0 1، بالتالي 40 مقسوم على 1 طلع 40. الريت اوف اكسكريشن من تايم انترفال الثانيه عباره عن اماونت صار اكسكريشن من تايم انترفال الثانيه اللي هي 20 مش الكوميوليتيف مره ثانيه، 20 لحالها مقسومه على الليكت اوف تايم انترفال مره ثانيه 2 ماينس 1، 20 على 1 تطلع 20.
والكميونيتي اماونت اكسكريتد او عفوا ريت اكسكريشن بالتايم تيبل الثانيه او الثالثه عباره عن 10 مقسوم على 1 وريت اكسكريشن يا وعد رزق معنا وعد وعد معنا الغياب نعم دكتور يا وعد ريت اكسكريشن بالتايم تيبل الاخيره شو بيساوي اللي هي من 6 ل 12 مش عارفه والله دكتور كنت معي قبل شو كنت تسمعيني وانا احكي ركزي معي مركزه حكينا هي عباره عن هاي الاماونت دلتا اكس يو اي مقسوم على التايم انترفل قديش التايم انترفل هاي طولها 6 فهاي 1.25 قديش نقسمها على 6 قديش بيطلع الجواب تقريبا 0.20 هيك اوكي تقريبا هو هي موجود عندك 0.21 اوكي اه زي ما شفنا احنا عندنا اليورين داتا كل يورين سامبل نعملها كولكشن نعمل مجموعة الفوليوم تبعها وتركيز الدواء فيها نضرب الفوليوم في تركيز الدواء ونطلع دلتا اكس يو اي اوكي هل الريت اكسكريشن هو عباره عن دلتا اكس يو اي مقسوم على لينث اوف ذا تايم انترفال الاولى دلتا اكس يو اي كانت 40 بنقسمها على 1 لينث اوف ذا تايم انترفال بتطلع 40 والريت اوف التايم انترفال الثانيه 20 مقسوم على كمان 1 بتطلع 20 اند سو اون ما عدا اخر تايم انترفال كانت اللينث تاعها 6 الدلتا اكس يو اي كانت 1.25 قسمها على 6 تطلع 0.21 هاي بالنسبه للريت بالنسبه للكوميونيتي اماونت اكسكريتد ان ذا يورين حكينا هي مجموع كل شيء مع اللي قبله يعني اذا انا بدي كوميونيتي فروم 0 ل 2 بجمع ال 40 مع ال 20 بدي كوميونيتي فروم 0 ل 6 بجمع 40 مع 20 مع 10 مع 5 مع 2.5 مع 1.25 بتطلع 78.75 اذا بدي كوميونيتي فروم 0 لحد تايم 12 ساعه بجمعهم كلهم بيطلعوا تقريبا 80 ملي جرامز بصيرهم رينال اكسكريشن وزي ما حكينا اكس يو انفينيتي عباره عن اف اي في اف في الدوز اوكي او اذا صار كولكشن اوفر ات ليست 4.32 اليمينيشن هاف لايفز الكوميوليتي فروم 0 لاخر نقطه تكون هي عباره عن نفس الاكس يو انفينيتي اي سؤال طيب هلا الخلاصه ميثود اوف نيلسون واغنر كان بي يوز وذر كان الفاليز للكي اي والكي كانوا قراب على بعض او بعاد وذر يو هاف نورمال كاينتك او فليب فلوب كاينتك في مشكله مع الميثود اوف نيلسون واغنر لازم يكون عندك اي في داتا عشان تقدر تطلع الاليمينيشن ريت كونستنت منها اوكي لانه ميثود اوف نيلسون واغنر شوي فليكسبيليتي اقل مقارنه مع الميثود اوف ريزيدوالز بهذا الموضوع فلازم يكون عندك اي في داتا بحاله ميثود اوف نيلسون واغنر تكون تطلع منها تكون متاكد انه هاي هي الفاليو تبعت كي لانه ميثود اوف نيلسون واغنر ما بتطلع الميثود تبعت كي بتطلع بس الميثود تبعت الكي اي اوكي بس الادفانتج انها ممكن تطلع الفاليوز تاعون كي اي وكي او كي اي على الاقل حتى لما يكون الفاليوز لكي اي وكي قراب على بعضهم الديس ادفانتج بالمقابل انه لازم يكون عندك اي في داتا وزي ما شفنا طريقه الحل شويه يعني كامبرسم يعني اتس فيري تيديوس تو دو ذس ابروتش اوكي بس هي الابروتش اللي بنروح لمتى لما يكون عندي انا الفاليوز لكي اي وكي اي قراب على بعض بالتالي ما بقدرش استخدم بهاي الحاله ميثود اوف زد واتس في شغله كمان بدكم تنتبهوا عليها اخر الكيرف هون في ديفيشن فروم لينيرتي هذا الكيرف تاع فراكشن ان ابزورد از ا فانكشن اوف تايم اللي بنستخدمه تو استيميت الفاليو تاع كي اي مع هذا الديفيشن فروم لينيرتي جاي سببه وشو هو انه فعليا انا لما يكون عندي انا الابزوربشن بنهاياته زي ما شفنا بهاي الداتا التركيز ببلش يصير قليله باليورين اوكي او بالبلازما كمان لما يكون تركيز بالبلازما كمان قليله او باليورين قليله بيكون نسبه الايرور بالمجم بتكون عاليه بالتالي هذا بيكون سبب بالديفيشن فروم لينيرتي فلما اجي اعتمد على هاي الداتا او هذا الكيرف حتى اعمل استيميشن للفاليو كي اي ما بطلع على الجزء الاخير اللي فيه ديفيشن فروم لينيرتي بطلع بس على الجزء اللينير الجزء اللي موجود في البدايه اوكي سو مره ثانيه بعمل استيميشن للفاليو تاعت كي اي بطلع على الجزء اللينير ما بطلع على الجزء الاخير اللي فيه ديفيشن فروم لينيرتي اي سؤال لحد الان اوكي بحكينا up on changing dosing route, dosing form or formulation under linear pharmacokinetics لما غير أنا dosing route سؤالي رحمة عبيدات معنى رحمة عبيدات رحمة عبيدات غياب اوكي رنيم مساوي نعم دكتور رنيم لما غير route of administration هل راح يتغير عندي disposition parameters لا
شو هم الديسبوزيشن بارامترز طيب؟ الإليمينيشن ريت، الهاف لايف، الكليرانس والأبيرانس فوليوم. كويس. طيب هل راح تتغير البيك تايم؟ طيب إذا غيرت البيك أو قبل البيك تايم هل راح تتغير كي إيه إذا غيرت الراوت؟ كي إيه الأبزوربشن ريت كونستانت. أها. أو بتتغير. طيب هل راح تتغير البي أفيلابيليتي أف؟ أو بتتغير. طب إذا تغيرت كي إيه وكي ثابتة هل تي ماكس تي ماكس راح تتغير راح تظل ثابتة؟ إذا تغيرت كي إيه وكي. إذا كي ثابتة وكي إيه تغيرت تي ماكس راح تتغير راح تظل ثابتة. تي ماكس حتتغير. طيب سي بي ماكس حتتغير. و شو ضل عندي؟ طيب في دي على اف، في دي اتفقنا في دي ثابته، في دي على اف راح تتغير ولا لا؟ يعني هي كريتش راح تتغير بالضبط، والكليرنس على اف حتتغير. يعني هاي شغله لازم يميز بينها، في دي ما راح تتغير وكليرنس ما راح تتغير، بس في دي راح تتغير على اف وكليرنس على اف راح تتغير، لانه اف راح تتغير بتغير الراوت ادمنستريشن. اوكي، واذا تغيرت كي اي البيك تايم راح يتغير، والبيك كونسنتريشن راح يتغير، والاريا اندر ذا كيرف راح تتغير، والابزوربشن ريت راح كونستنت راح يتغير. سو بتغيير الراوت ادمنستريشن الديسبوزيشن بارامترز، البيور ديسبوزيشن بارامتر ما راح يتغيروا، بينما الابزوربشن بارامترز راح يتغيروا اللي هم الكي اي وال عفوا التي ماكس والاريا اندر ذا كيرف راح يتغيروا، والسي بي ماكس والبيابلت راح تتغير، وبالتالي في دي على اف راح تتغير وكليرنس على اف راح تتغير بتغيير الراوت ادمنستريشن. اذا كان عندي لانينير فارماكوكاينت بالمقابل ممكن اي واحد من هذول البارامترز يتغير. اذا كان عندي طبعا هذا اللي شفناه بالاول سلايد 55 لينير فارماكوكاينت، سو اذا عندي لينير فارماكوكاينت تغيير الراوت ما راح يغير ولا شيء، بينما اذا كان عندي لانينير فارماكوكاينت اذا غيرت الدوز، هلا اذا غيرت الدوز مش الدوزنج راوت، اذا غيرت الدوز ممكن اي واحد من هذول يتغير، سواء كان ديسبوزيشن بارامتر او اذا كان ابزوربشن بارامتر، باعتماد شو البروسيس اللي عم بيصير لها ساتوريشن خلينا نحكيها، زي ما راح نشوف ان شاء الله بالشابتر تبع اللانينير فارماكوكاينتيك. اي سؤال؟